من الواضح اننا مؤخرا في مصر بقينا بنشوف انواع غريبه من الجرائم. شفنا مع الاستاذ عبد الخالق فاروق جريمه تاليف كتابه، وشفنا كمان مع الاستاذه الهام عيدروس جريمه تاسيس حزب سياسي بعد تقديم بلاغات ضدها بصفتها وكيل مؤسسي حزب العيش والحريه. هنشوف اراء من الوسط السياسي المصري بالتقرير ده. ننهي حلقتنا النهارده، اشوفكم على خير وبكره احلى باذن الله يا رب. هذا قرار غير دستوري، لأن الدستور بينص أن الأحزاب تقوم بالإخطار، فده غير قانوني على الإطلاق. أنا رأيي أن دول يروحوا المحكمة الدستورية يطعنوا على هذا القرار، لأن هذا القرار يتنافى مع الدستور، وإحنا في هذه الأيام مصرين على تطبيق الدستور بكل أشكاله. مش هنخرج من الأزمة اللي احنا فيها دي إلا بتطبيق الدستور. الدستور واضح جدا، يعني انت موضوع الحريات موضوع مهم جدا، من اهم البنود التي ذكرت في الدستور هو بند الحريات، فاحنا عايزين نفعله وهنستمر في تفعيله. اعتقد ان الاجراء الاتحاد في حق زملاء في حزب العيش والحريه واستدعاء الزميله الهام عيدروس لتحقيق بتهمه تشكيل حزب غير مرخص له بياتي في اطار الاجواء العامه اللي احنا بنعيشها، اللي بتقوم على التضييق على اي انشطه الاحزاب بتحمل صفه المعارضه لسياسات النظام الحالي، وخاصه ان صاحب البلاغ المقدم ضد حزب العيش والحريه هو المحامي المعروف الشهير بتقديم البلاغات ضد اي معارضين للنظام، سواء احنا في الحركه المدنيه الديمقراطيه او اي كتاب راي او اي شخص هو يرى ان له سياسات معينه بتعارض سياسات النظام، فيسارع بتقديم بلاغات بتتهمه بالسعي لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور و بقيه يعني التهم الجاهزه في هذا الصدد. هو الغريب في المساله ان النيابه تقوم بتحريك هذه الدعوه واستدعاء الزميله الهام عيدروس بالفعل للتحقيق، على اعتبار انه من الواضح تماما ان ده بلاغ كيدي وهناك العشرات البلاغات المماثله. فاعتقد ان دي رساله سلبيه جدا لكل العاملين في مجال العمل الحزبي والعمل العام في مصر، ان اي شخص يعني يتبنى مواقف او اراء معارضه سيكون مصيره الاستدعاء والتحقيق، وربما لاحقا كما نرى مع العديد من الزملاء والأصدقاء اللي يكون مصيرهم الحبس بناء على هذه التهم المتعددة التي نراها، سواء في القضية 641 ولا 460، يعني العديد من القضايا اللي هي كلها بتقوم على نشر أخبار كاذبة وسائل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على مؤسسات الدولة وكل هذه الأمور. فيعني في نية مبيتة وواضحة لدى النظام لإغلاق أي أحزاب بتحمل صفة المستقلة أو الصفة المعارضة، ولا يمكن النظر الى استدعاء الزميله الهام الا في اطار محاولات التخويف والترهيب اللي احنا بنعاني منها كاحزاب معارضه موجوده في مصر. في النهايه يعني الطبيعه الامنيه للنظام والطبيعه القمعيه للنظام اللي احنا بنعيش في ظلها حاليا لا يمكن استبعاد اي اجراء ضد اي حد، يعني احنا في حزب الدستور واحنا برضو حزب شرعي وحزب رسمي، ذلك لم يمنع القاء القبض على العشرات من اعضائنا لاسباب مختلفه، سواء لمحاولات التعبير السلمي عن الراي او لمجرد كتابه تعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي. دي بقت ممارسة ثابتة لا أعتقد أن النظام يستثني منها أحدا، سواء كان بينتمي لحزب العيش والحرية أو بينتمي لحزب الدستور أو للتحالف الشعب الاشتراكي أو أي من الأحزاب الأخرى المتواجدة على الساحة السياسية. في الحقيقة مش خارج عن السياق بتاع مصادرة الحياة السياسية ومصادرة المجال العام بأشكال متنوعة جدا، منها البلاغات. والبلاغات دي احنا شفنا قبل كده فيه تهديد حصل للحركة المدنية الديمقراطية تقدم فيها حوالي 11 بلاغ لما دعت المقاطعة الانتخابات الرئاسية، والاتهامات بقى كانت من اول تخريب الاقتصاد القومي والاضرار بالامن القومي والانقلاب على الدستور، ويعني ايه في يعني صيغ جاهزة. البلاغ الذي قدم في الزميلة الهام عيدروس هو يعني بيتسق مع سياق كامل من محاولات مصادرة المجال السياسي والحزب والتضييق عليه وخنق الحريات العامة، وأنه أحد وسائل ده يعني الوسائل متنوعة كثيرة، بس منها مثل هذا الأسلوب اللي هو البلاغات والترويع بالبلاغات واستدعاء النشطاء أمام النيابات، وبسلسلة بقى من الاتهامات من ابتداء من الانقلاب على الدستور وتهديد الأمن القومي وتهديد الاقتصاد القومي، يعني سلسلة